أيها الطفال والأعاصير الحمل، وأنت أيها الرعب الذي يزعزع الكل، اضرب هذه الكرة الأرضية السميكة حتى تصير مسطحة ملساء. صدع قوالب الطبيعة وبعثر جميع البذور التي ينمو منها الإنسان العاق. مو معقول انت حتى لما بصير شيء ايجابي ما بتقبل فيه. لاني بعرف شو في وراه. بدل ما نعمل شيء شغله نلعب على التفاصيل ونترك الاساسي مثل ما هو. كل شيء بده يبدا بالتفاصيل بالاول. احنا ما بنعرف حاليا الا من الشرائط المحليه، وهي انا تعودت اني ما اصدقها. لك حتى اللي بيكتبوا فيها ما بيصدقوها. هلا هيك يا اساس كمان بدل ما تحكي لي انه في مصدر بيقوم بحسبك حسن صافيك معه. بصراحة أنا كنت عم نكت وبمزح لأنه ما بعرف شو بدي أقول. ما عندي معطيات. بالأول لازم نصير برا حتى نشوف الصورة الشاملة. يسلم تمك أستاذ كمال. أول تفصيل بالتغيير إنه نكون برا. ما هيك ما جديد؟ شوف نضال، بدك تضل عامل حالك نايم؟ ما بدك تشاركنا حديث الصباح والمساء؟ طبعا قلي لي قوم افطار معنا، يعني هي شغله لابد منها. شو شباب؟ شايف لك اليوم القصه تعلانه كثير. عم يوجعك شيء يا ابو نضال؟ كل شيء نبلغ عنك مرضي. حطب طول بالك، نحن منك تعلمنا الصبر والشجاعة. خلص ولك خلص. الزيتات اللي كنا نضوي فيهم السراج خلص. كم يوم على العتم بيمرقوا بجملة هالسنين؟ هات شاي خلي كبيرنا بالريق ويصحصح. أبو نضال بلا كاسة شاي ما بيبدأ صباحه ولا صباحنا. مو انا مو انا
اسمع ابو علي، هذا خبر بيعجبك. بعدين استاذ كمال، عم بقرا خبر كثير مهم. شو؟ بجوز يرجعوا مهرجان دمشق المسرحي. حلو، حتى تعرف انه ممكن ترجع ايامك يا ابو علي. لك اتفق لك شوي، حتى الخبر المنيح بتعمل عليه مناعة. يمكن لاني تذكرت فواز وصاب الله. إذا رجع مهرجان المسرح مو بالضرورة ترجع أيام التنافس بين الجامعي والقوم، مو بالضرورة ترجع الروح للتجريم. مين بيضمنش؟ الجيل الجديد اللي تخرج من المعهد هو اللي ممكن يضمن. هن التلاميذ هدول وأكيد رح يرجعوا المسرح. هدول تعلموا دروس المنعة، صاروا على رأي زكريا دامر مثل النمور في اليوم العاشر. لا هيك عم تظلم الناس من دون ما تشوف شغلهم. حكي الجرايد ما بيكفي، لازم تشوف لتحكم. بس يصير حسن بيقدر يشوف ويحكم بيرجع المسرح، بس بالأول مو لازم يطلع من هون حتى يقدر يشوف. قلو سيد كريم، ضب اغراضك. خير؟ ما بعرف، نقل. وحده؟ لا، انت وماجد كمان، بس بعد ساعة. وحسن ما في شيء عنه. بجوز ينقلوه بعدين.
سيد كريم، بعد الحلاقة على الحمام مجهزينك الغراض، بس يخلص بتجيبوه لعندي، مفهوم؟ حاضر سيدي. Thank you.
اهلين بابا. عروبة هون؟ ايه طبعا عم نتغدى، شرف. بكرين مو هيك؟ هلا لخلصت شغل. اهلا وسهلا عمو علي. خليكي علي، كملوا غداكم. ايه تفضل شاركنا. استبعدتكم اكيد، وموعد عشاي مو هلا. لازم تخبر مرتك ولاد احماك انه عمك ابو النضال رح يطلع الليله. صحيح؟ المعلومه اكيده؟ معقول لك تخبرهم وتكون المعلومه مو اكيده؟ نقلوا من السجن على الشام، وبس تخلص الاجراءات رح يطلعوه. وين ممكن نروح مشان نستقبله بابا؟ نستقبله؟ ما في مكان محدد. يمكن رح يجي لبيته، قصدي بيت ابنه نضال. راح؟ شو في؟ شبك فادي؟ ما تحكي. قال لي بابا خبركم انه عمو ابو نضال رح يطلع الليله. بابا رح يطلع خلاص ماما، لي سنين سون باسي دوبوي لونتون. لا ما راح تزعلي حبيبتي. Demain tu vas à l'école. Puis c'est important, il y a un examen. Après il y aura les vacances ou peut-être faire رجع على كيفك. على كيفك ها؟ يعني مو على كيفك على كيفك. On verra. Si t'es sage. Allez. Au dedans. Non, laisse papa répondre. C'est peut-être ma copine Léa. Léa, elle dort déjà depuis une bonne heure, ce que tu devrais faire. Yalla, maman. Khalasna. Bonne nuit. Allô? Hey, Aruba, mes femmes. ناس كيس كون ادي يلا تصبحي على خير. اهلين عروبة، كيف خطرنا على بالك؟ هلا خبرنا عمي انه بابا رح يطلع الليله. صحيح؟ ايه صحيح.
تجي؟ رح اجي طبعا، رح دبر حالي باخذ اجازه او رح اجي، اكيد رح اجي. طيب عروبه سلمي، باي. سلوى، يا سلوى، سلوى بدنا نفضي الاوضه بسرعه. ليه؟ ابي طالع الليله. ومين قال لك؟ هلا حكى فادي. اكيد ولا ليكون مثل كل مره؟ لا هالمره مضبوط. وين بدنا نروح نحن؟ بعدين بنشوف. المهم رجع خلفت امي الله يرحمها مثل ما كانت. المسكينه ما لحقت حتى هذا اليوم. موقت موقت لبين ما نلاقي حل لهالمشكله. وين بدنا نروح؟ سلوى افهمي، هذا بيت ابي، واذا امي خلتنا نسكن عندها فلانها ما كانت متامله انه يطلع. بلا كتر حكي هلا، خلينا نضب الاغراض. انت بتعرفي ابي اذا اجا وشافنا محتلين اوضته شو ممكن يساوي؟ تعي ساعديني بالكهرباء بسرعه. انا ما فيني شيء. يا شو؟ شو في؟ جدك طالع الليلة. جدي؟ بابا كريم تعال عني. الو بابا سمية. سبيكر. ايه سمية شو في؟ استاذ اتصل ابو سمية. طلب التأجيل. بس الجماعة منتظرين يصير في هالجلسة. قولي لهم يدفعوا اللي عليهم بالأول، مو فاتحين جمعية خيرية. حاضر. الو؟ منيح لحقتك. رح خلص ما بدي أتأخر، اليوم ثلاثة. اسمعي، مثل ما اتفقنا ما حطيت ألوان كثير بالتصميم بس اقنع الزبون عليكي. ما في مشكلة، كفاح رجع من بيروت؟ امبارح، حكيت معه تليفون ورح شوفه هنيك. طيب، اسمعيني منيح. بدي تخبري إنه بابا رح يطلع الليلة. إشارة لافتة لعمق العلاقة بين البلدين ولموقف الرئيس الفرنسي جاك شيراك المؤيد على ما يبدو للتغيرات الجديدة في دمشق، وهي أول إشارة غربية على هذا المستوى العالمي. ما بتعرف يا أبو نضال قديش أنا فرحان بالإفراج عنك. بعرف انت ما بتقصر. على كل الايام رح تثبت لك. ليش ضل في ايام؟ طبعا ما شاء الله عليك وانت بصحتك وعافيتك، اولادك باحسن حال وكل شيء بيتعدل. ومثل ما اصريت بدون تنازلات. اكيد
هالمرة أكيد. يعني بدون توقيع ولا شيء؟ رح أعمل لك سيارة توصلك على البيت. إذا مو إجباري ففضل إني أتمشى شوي بعدين باخذ سيارة. على راحتك. أبو نضال من هون. إن شاء الله ما بنشوفك إلا بالأفراح. المتساوين المتحدين ومناخ الحريه والديمقراطيه هو الذي يبعث في النفوس الحب الحقيقي للوطن وصدق الايمان به. يعني رفضت؟ ليش فيني ارفض؟ مو معقول يطلع البيت كله براس اختي سميره. ديمقراطيه حقيقيه في مختلف الميادين السياسيه. معناتها رح تشتغل مراقب عمال بعد كل الدراسه والتعب لتعزيز الدعائم الاساسيه. لا وانت صادق مهندس مش رب كامل الصلاحيات بس براتب مراقب عمال.
شو أعمل؟ ما أنت بتعرف توظيف بالدولة ما بيوصفونا. شوفي ريم، شوفي ليلي رح يفرجوا عنه. عنه؟ مين؟ كلهم. وأبي كمان؟ عم بيقولوا كلهم. مين قالك؟ عروبة. طيب عروبة شو عرفها؟ كيف شو عرفها؟ معما بيكون أبو فادي. لازم نمشي نخبر الشباب. لا لا نتأكد. كيف راح؟ أنا لازم روح فورا على حمص لأنه بابا أكيد رح يروح الأسر لهنيك. طيب طيب أنا بوصلك على الكرش. لا ما في داعي، أنت روح عبيت أهلك. أصدق لبيت نبار. يلا يا عم. بتوصلني على ام البدور؟ وين هاي؟ جم صافيتها. انا بدلك 2500 ورقه. ما معي غيرهم. هدول 1850. امري لله اطلع. الحمد لله على سلامته. قبل شوي زعوا على الجزيرة. بدي وقع. كنت ببيتي من زمان. يعني تعال يا ابني حط اللي عندك. N'importe quelle compagnie fait ton possible, je t'en supplie.
faut absolument qu'on parte demain. D'accord. Je compte sur toi. Appelle-moi dès que t'as de nouveau. Merci, je te voudrais ça, ma belle. Ciao. قلتك بابا رح يطلع كمان. ساسو عم كمل طالع معه. ما بعرف بابا وين بده يروح. عمي معين ما بيطيق أبي. بيقول إنه هو مشي مع الكفار. مستحيل بابا يروح لعنده. وبيتنا بالشام. تعرف سلمته ماما بعد حبس بابا بسنة. وجابتني وإجيت لهم. نسيت الشام وأهل الشام. يعني أنا لو ما التقيت فيك هون كنت هلأ مثله نسي يعني كل شيء. ما بعرف شو بده يصير فيه. يا ريت بالشام. لا تخافي حبيبتي، بيروح على شي أوتيل وبعدين بيتصل فينا. شبك؟ ليش عم تبكي؟ شو صار لك؟ صار لك زمان كتير ما سمعتك عم تقلي حبيبتي. وينكم الليلة الثانية؟ كمال الطقم القديم كان في عنا ثنتين، لقيت وحدة على البلكونة، الثانية وينها؟ ايه شو بيعرفني؟ هلا بس خلص بدور عليها. أهلين كفاح. أهلين عمو. تفضل ليش واقف شريف؟ الحمد لله. أهلا 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 وسهلا. صار زمان والله. كيفك؟ ميه. أهلين. أهلا تفضل شريف. هاي طماطينا ماما عطاني هي. فوتيها فوتيها لجوا. ليها اللي هي القتيله يعني. أيوة. كانت متعوده. ايوه ايوه. ايه انا لسه قلت السؤال. اسمع السؤال كله عشان تعرف تجاوب. ها بنقول الست يعني متعوده يا استاذ سرحان. اسمع السؤال عشان تعرف تجاوب عليه. حاضر. وده مين ده؟ شكوكو؟ مش ده ابراهيم شكوكو؟ يا ابني خليك معايا مالكش دعوه بيه. اسمع السؤال اللي بقوله لك عشان تعرف تجاوب عليه. سميرة شو جبت؟ عرق وفروج وحمص وهي الخضرة بالسلطة. عم بعمل كبنية. تعرف بابا قديش بحبها. من هنا الهبرة؟ صلي فترة عم خبي قطعة هبرة بالفريزة. قول بلكي.
ما بتلحقي تعملي برغل الحمص؟ ما في وقت، عم حضر اكلات على السريع. بس ابي بحبها كثير لهالاكله، بينبسط فيها. طيب روح من وشي عم تعطلني. تعا شوف بابا، رجعنا كل شيء مثل ما كان. بعد زمان عمو، يعني كان لازم يصير حدث بهالمستوى لحتى تزورنا؟ مشاغل. يعني كل هالقد الكتابة بتشغل؟ احيانا. طب وبالاحيان الثانية؟ القراءة. زياد بيقرا لك دائما، متحمس لك غيابي. وانت؟ انا مالي بهالقصص. كريم مثل بابا، ما بيقطع باله حكي الجرايد. كبوا برا. كيف الشغل؟ ماشي. بطعمي خبز؟ ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان بابا. لو سهلة. زمان والله. تفضل. من وقت ما تزوجت عمتي عروبة عم مفادي. هي خبرتك؟ لا، هي حكت ريم بالأول. المهم يطلع الخبر أكيد. في البيك اب اللي كان هون موجود وينه؟ أخذته عمتي عروبة على بيته يوم ما تجوزت. شو عازميننا وحدنا؟ هاي عزيمة فيها 10 كوبلات على الأقل، بقى إذا اعتذر كوبل ما رح يصير مشكلة. ما أنا مشان هيك ما بدي روح، هلا بيفتحوا علي باب الوصايط وأنا هالشغلة كلياتها ما عاد بدي إياها، خلص اعتذري لي من الجماعة. يمكن حتى الصور ما عاد يحب يشوفها. مع هيك كل شيء لازم يرجع مثل ما كان. نحن شو دخلنا؟ هن انعلقوا ببعضهم بعد ما علقونا ببعضنا. بس بابا اللي أكله. لو ما نجحوا بابا وجماعته كان بابا هو هلأ اللي طالع من الحبس وعم نستناه. عمو سالم بعمره ما كان مع الجهة الخسرانة. هلأ لشو نبش الماضي؟ كيف لشو؟ من الماضي كله ياتو طالع من الحبس بهالليلة. هذا الماضي ما دخلنا فيه. بس بابا بسبب هذا الماضي مستحيل يسامحني. إذا من يوم اللي عرفت بخطبتنا لهلأ رافض يشوفني. بس هو هلأ أكيد طالع بنفس جديد. ندمانة؟ لا حبيبي، بس مشتاقة لبابا، مشتاقة له كتير. هو اللي عرفاني استناه بالبيت ولا خايفة؟ خايفة كتير. فالليل
زي الكل ماشي لقمان. بس ما تتأخر. شو فيني بضحك؟ كل هالسنين ما قدرت افهم كيف ترجع من السونا وكل الدواش اللي فيها بتعملي دوش بالبيت. ما بتطمن اني نظفت الا بالبيت. على شو عم تدور كمان؟ شو معنا في خريج؟ بتعرفي ابي البرغل بحمص لازم يكون معه زيت خريج. يا شو اتركي من ايدك وطلعي على السقيفه، بتلاقي بالرقم. هلا يا شو بتعرف زيت الخريج؟ انا بطلع بجيبه. تفضل.
صورته الكبيرة اللي كانت معلقة هون وين؟ موجودة. دور عليها بابا. رجع كل شيء مثل ما كان؟ المهم يجي يلاقي أولاده. لكنا موجودين. سائر. سائر روبا، شو قال سائر؟ أكد لي أول ما يلاقي حجز طيران رح يجي فوراً. والحساب؟ اللي صار برأيكم ما له حساب عند أبوكم؟ أنا بعرف إنه زعلان وأخذ موقف مني لأني تزوجت. المشكلة مو إنك تزوجتي، المشكلة مين؟ مين تزوجتي؟ كلنا بنعرف إنه عروبة وفادي كانوا يحبوا بعض. وإمتى الحب كان عذر بيعفي من العقاب؟ عروبة ما ارتكبت جريمة لتعفي من العقاب. ما بكفي إنك تبارك زواجها لحتى تشرعن علاقتها وتحامي عن ارتباط مرفوض بكل المقاييس. زواج الضحية من الجلاد صفصطة وحكي فاضي. قدام الحجة الضعيفة بصير الرأي الثاني صفصطة وحكي فاضي. حكي شرايط. بس بتعرف شو؟ إذا كنت قدران تحامي وتدافع عن زواج ملعون من أساس وبنفس الوقت كنت عاجز إنك تدافع وتقول كلمة حق بقضية أبوك، معناتها كل شيء عملته بحياتك صفصطة وحكي فاضي. بدك الحقيقة؟ أنا ما قلت كلمة بقضية أبي. تعرف ليش؟ لأني من جوا مقهور منه. مقهور لأنه ما فكر فينا. ما فكر شو بده يصير فينا نحن أولاده. فكر بالبلد. وليك البلد نسيانته كله عن بعضه. وصحيح. لقينا الصورة. أبوك جوا ما عرفان كيف الحياة ماشي برا. ترك الشقة على مين بقى؟ وتركنا هيك معلقين بالهوا. لا فكر كيف بدنا نعيش ولا كيف بدنا نتصرف. أنت ما عندك شيء تخاف عليه، بس يصير عندك بيت وولاد ومسؤوليات صوتك هاد لحاله رح يوطى. تبريرات. بس أنا بحب فادي. مظبوط. حبوا أشياء أخرى. شو شي بابا؟ شو هي الأشياء الأخرى بقى؟ الحياة المريحة. دولتشي فيتا. مو صحيح. أنا قلت 100 مرة أني بحب فادي، وهذا الشيء الكل بيعرفوه من وقت ما كنا صغار. أنت اعتباراتك كانت الحب، وأخوكي كانت اعتبارات والمصلحة لحتى تمشي الحياة برا. أخوك مفكر حاله عم يكتب مقال بجريدة من إياهم، وأنت مفكر إنه الواحد ببساطة ممكن يبرر الخيانة. خيانة شو؟ خيانة مين؟ خيانة المبادئ. خيانة المبادئ يلي أبوك دفع تبنى أحلى سنين عمره. 20 سنة هو بالسجن جوا، وأنت وأختك عم تشتغلوا ضده برا. مين قالك إنه أنا معه أصلاً؟ مو أنت تبع حرية الرأي؟ يا أخي أنا ضد رأيه. إذا كان هو دفع تمن رأيه اللي بعتبره غلط، مو ضروري كلياتنا ندفع التمن. يا ريت عم تحكي الصدق. يا ريت فعلا هذا كان رأيك، بس كله لف ودوران وضحك علينا وعلى حالك. انت عم تحاول تبرر اللي بحياته ما رح يتبرر معك. شو يعني عمي؟ كان بدك انا نموت؟ كيف كنا بدنا نعيش لو ما ابي يدبر حاله؟ كريم سكوت، في كتير طرق لحتى الواحد يعيش. ابوك اختار اسرع الطرق واسهلها. جوازة عمتك من فادي ساعدته لابوك لحتى يصير محامي لامع واسم كبير، مكتب كبير وشغل كتير وقضايا ربحاني سلف. أوهام مالها أساس.
لو ما باركت جوازة اختك من فادي كذب. ما كانت بتحط لك الدروب المسكرة. هذا كذب. تسهيل. ما حدا غيرك مسده. امتيازات، صفقات. اللي بيته من ازاز لا يضرب الناس بحجاره. انا ما لوتت ايدي ولا باركت ولا صفحت. بس مع هيك عم تستفيد. انا بتحداك. نسيان انه ريم خطيبتك عم تشتغل عند اختك عروبة؟ ما بتعرف انه هذا المكتب لجواز اختك؟ ما بتعرف كيف ممكن الواحد ياخذ رخصة هيك مكتب؟ والعامل حالك مثل العامل اللي دافني راسه بالرمل. كلنا مثل بعض، ما حدا احسن من حدا. وإذا على حساب أنا مستعد. اتصلت ريم قال هي بالكراجات ما عم تلاقي بولنا وما بتقدر تاخذ سياره لحالها وتطلع على حمص بهالليل. طلبت الحق لحتى تلاقي لها طريقه تامنها فيها. روح كفاح، واذا بابا وصل انا بخبرك فورا. نطلع من مفرق صافيطة؟ ما بعرف، الطريق مغير كتير. شو غيره؟ من يوم يوم وهذا هو الطريق. بيصلحوا شوي هون وشوي هون. معك حق. ما قلت لي شيخ بدر أقرب على أم اللي بدور هنيك بنسأل. يا حبيبي يعني ما بتعرفه؟ كنت أعرف، صار لي شي 20 سنة ما جيت. بعد ما وصل ناس على المدرسة شو رأيك نروح نفطر بالكافيه تبعنا؟ لا هيك كتير بخاف يوقف قلبي. انهاء عن الصمت وكمان عودة لأماكن الحب الأولى. سيد غولا صدقي، أنا كل يوم لما مر من جنب الكافيه بقول أول شي بدنا نعمله بس نتصالح إنه نيجي نفطر هون مثل ما كنا نعمل زمان لما كنا نتقابل الصبح أيام الجامعة. خلص حبيبتي ما عاد في بكي تزولي. لا مو هيك، أنا اللي آسفة. أنت كنت عم تفكر شو نحن نعمل لما نتصالح، وأنا مفكر شو بده يصير فينا لما نتطلق. زعلت من حالي. شفتيني أنا أحسن منك؟ فعلا أنت أحسن مني. لا هذا يوم مو عادي، بدنا نسجله بالتاريخ. أول مرة بحياتنا بتصرحي هيك تصريح خطير. إيه لا تسوق فيها كتير. هاي يا عروبة. لا لا صاحب، شو لسه ما وصل؟ شو هالحكي؟ لا لا طلع معزز مكرم طبعا متأكد.
حكى معي رئيس الفرق فورا وطلع. طيب خبريني اذا صار شيء. لا قاعدين قاعدين. ندمان؟ لا ابدا. انت بتعرفي لو ترجع هذيك الايام كنت عملت نفس الشيء. هي شغله ما فيها مساومه. لكن ليش الان؟ ما بعرف بس يعني استرجعت صحبتنا ايامنا الحلوه مع بعضنا. تمنيت انه لو ما كان راح لهديك الجهه قديش كان اريح لضميرك. انا ضميري مرتاح بس يعني هذا كان صديق العمر. درسنا سوا، دخلنا الجيش سوا، خدمنا سوا، يعني بكل شيء، بالسياسه، بالحياة، كنا دايما سوا. حتى لما حبيتك كنا سوا. تتذكري؟ ما هو شاهد على زواجنا ومخطط خطيفتنا. تتذكري؟ تتذكري قديش كان صاحب قرارات حاسمة؟ يعني بتحبوا بعض لازم تتجوزوا غصب عن الكل. هذا كله بعرفه، بس شو اللي جابه على بالك الليلة؟ يمكن طلعته خلتني أحس إنه قديش خسارة اللي صار، ورغم إنه صار لي سنين بشوفه عدو وبيستاهل اللي صار فيه، مع ذلك لأول مرة بفكر إنه أنا ما كان عندي صديق غيره. شي راح ومضى، اللي بصبحة الأيام بتنسي كل شي. ليش ضل أيام؟ سماني قربنا نوصل، معناتها ماشيين صح. الحمد لله، معناها ما بتعرف الطريق. طبعا هذا الطريق القديم ما تغير. بجوز على شي اوتيل. خبركم عود كلك لقمة. الصبح بتروح هلا ما بتلاقي مواصلات. دبر حالي يا عمو. بحكيكي Yeah.
مرحبا عروبة، جابوكي؟ ما رح يجي، ما رح يجي، ما رح يجي. أنا بعرف وينه. عندك Thank you.
استناني شوي. بابا 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 مش هيك طلعت بابا تشرب قهوة؟ تاكسي تاخذني على شي اوتيل بالمرجه tu crois qu'il fait quel temps نص نص bonjour ma belle t'es réveillée rien nous اليوم بعد الاكزامات تبعك رح اروح الشام لحتى تشوفي جدو جدو؟ لكل ديدو؟ الاثنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
قال تعالى في كتابه الكريم: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام: وآله الطيبين الطاهرين، إنما هي أعمالكم توفى إليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وفقيدنا المرحوم كريم كان إنسانا مؤمنا صالحا طيبا كما يجب أن يتصف به المسلم، هينا لينا سهل الخلق بشوش الوجه، صادقا صريحا لا يخشى في الله لومة لائم. هذه أهم صفة كانت فيه، كان لا يخشى في الحق لومة لائم. وقد ظلم فصبر واحتسب. ونرجو من الله أن يرحمه ويجعل مثواه الجنة. وكان شجاعا رحمه الله، ونرجو من الله تعالى أن يتغمده برحمته ويكون من الذين وصفهم الرسول عليه الصلاة والسلام على آله وصحبه الطيبين الطاهرين عندما سئل: يا رسول الله، من أكيس الناس؟ فقال عليه الصلاة والسلام وآله: أكثرهم استعدادا للموت. تتكل عليه مطلق بل يفتش عن خادم مقيت يقوم بسلك. وقال عليه السلام: إنما سميت الدنيا دنيا لأنها أدنى من كل شيء. وقال عليه السلام: يا دنيا غري غيري، إني طلقتك ثلاثا طلاقا لا رجعة فيه. وقال عليه السلام: الدنيا جيفة وطلابها كلاب. نسأل الله العفو والعافية. اللهم نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. حبيبتي ما بصير ضلي واقفة على الشباك. آمين. اللهم اغفر لكبيرنا وصغيرنا. آمين. فيا مون كور سي با غراف. أيها الهاربون من المياه حالما يتجه المد نحوكم، إلى أشباه الدمى التي تطوف البراري في حلقة وحشة تبني عشوا ترعى في نطاقها. أن تكونوا كالفطائر في منتصف الليل وتترقبون بابتهاج انبلاج الصباح. فلقاء تغازلكم يا سادة الضعفاء، أخذ شمس الضحى تتباطأ. أما أنا فرجل مظلوم يصيبه الخجل.